بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بالعيد المنتقي مباشره من عمليه حي الحسن عين الشوق، وحنا دابا كنتوجهوا عند واحد البطل ديالنا، بطل مسابقه مدينه طرفان ضمن جمعيه ملتقى الابطال، وهو البطل ديالنا عبد الصمد ايتوم غار. عبد الصمد ايتوم غار، كنشكرك على الحسن الاستقبال، وكما كتشوف معنا الاخ عبد الصمد كيحضر معنا واحد البطل من مدينه ديال اكادير، كمال الزهري والاخ ازهر نابوتي في مدينه ديال الدار البيضاء. وبغيناك شي كلمه الاخ عبد الصمد، شي كلمه بحق هذا البطل هذا الزائر عندنا في المدينه ديالو. والاخ الزهري عزيز علينا في فيسبوك، ودابا تشرفنا بالقدوم ديالو وشرفنا به. ومرحبا بك الاخ بالعيد تنتايا، وكنشكروك على المجهودات اللي كتقدم سبيل التطوير هذه الهوايه هذه في كازا وخارج كازا، وتبارك الله عليكم كاملين. اخ ازهر النابلسي تا هو مرحبا به، شرفتينا بالحضور. نشكرك الاخ عبد الصمد، وشوفوا البطل ديالنا كمال الزهيري اللي غادي يقولنا كيفاش شاف الاولى عند البطل ديالنا عبد الصمد ايتوم غار. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر الاخ عبد الصمد على حسن الاستقبال والضيافه. صراحه حنا حسني شرف ان نتواجدوا مع الاخ عبد الصمد اليوم، كنتلاقوا معاه في فيسبوك اليوم شتي مباشره، كنا معاه مباشره تبارك الله. البطل حقق انجازات مزيانه تبارك الله، من بينها طنطن بريمير باش تكلاس بريمير في جمعية ملتقى الأبطال بطبيعة الحال، ولما لا عصبة مدينة الدار البيضاء إن شاء الله. نتمنوا له التوفيق إن شاء الله العام الجاي، إن شاء الله عنده حميمة المستوى وإنسان طموح إن شاء الله كيقلب باش يزيد لقدام، ونتمنوا له التوفيق إن شاء الله في المواسم المقبلة. كنشكرك الأخ كمال، ونشوفوا أزهر نابلسي حتى هو غادي يقول لنا شي كلمه بحق هاد الابطال ديالنا كمال الزهيري والاخ عبد الصمد ايتوم غار. اول حاجه انا بغيت نشكر عبد الصمد جوج مرات ماشي مره واحده. علاش؟ حيت عبد الصمد كان هذا العام في المكتب ديال جمعيه الملتقى الابطال، وكان هو امين المال، الله يسمح لنا منه صراحه. هذا هو الشكر الاول، ما نكذبش عليك، يعني زاد واحد العام كله مده سنه بنادم كيضحي بوقته، ويعني تسمح في ولاده وهذه باش تبقى انت على خاطرك. هذه اول حاجه. وثاني حاجه كنشكروا على حسن الضيافه والكرم، راه حبينا خونا عبد الصمد، ولا عاد تبارك الله داك الشيء ممتاز، الله يسخر ليك. الله يسخر ليك. ثاني حاجه بغيت نشكرك السي بالعيد اللي كتحاول تعرف هاد الولاعه هاد المواليع انحاء المغرب، الله يسمح لنا منك. ستة سي بالعيد. نشوفوا كمال الزهيري اللي ترحبوا لينا بمدير الابطال ديال مدينه الدار البيضاء. الطيب ديالنا، الطيب ديالنا السي. ولو ابطال عصبه مدينه الدار البيضاء، وبغينا الاخ البطل ديالنا كمال الزهيري اللي غادي يقدم لنا واحد التحيه لجميع الابطال اللي كيتواجدوا سواء في مدينه اكادير ايت مليون ازكان تيالو جميع المناطق المجاوره ديال مدينه اكادير. شي تحيه لهم الاخ الزهيري، وكنطيب منهم الاخ البطل ديالنا عبد الرحيم المنفلوطي. وكنوجه تحيه لجميع الاصدقاء ديال كاين في اكادير ولا تردانت ولا غواره ولا ولاد برحيل مسا، جميع الاخوان اللي كنعرفهم كنوجه لهم التحيه، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وكنشكروا هذا الاخ هذا، الله يجازيه بخير من هذه المباراه، راه عذبناه صراحه، عذبناه معنا، و الله يجازيه بخير. هذه كلمه الى قلتها واخا قليله في حق هذا السيد. كنشكروا الاخ كمال، وكنشكر جميع الاخوان اللي استقبلوك داخل مدينه الدار البيضاء ولو او خارجها. كنشكرك بزاف على المجهودات، كنشكرك بزاف. وكما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذا هو اللوط الخارجي بالنسبه لهذا البطل ديالنا عبد الصمد ايتوم غار، امين المال جمعيه ملتقى الابطال بعين الشوق، وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. نتمنوا له التوفيق باقي المسابقات في الموسم القادم بحول الله. وكما كتشاهدوا معنا في الصوره، لوف جيد، تركيبه زوينه عند هذا البطل هذا عبد الصمد ايتوم غار، بطل جمعيه ملتقى الابطال بعين الشوق، وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء. هذا اللوف بالنسبه للبروديكسيون، وهذا اللوف بالنسبه للكونكور ديال المسابقات، وهذا كله ما يتعلق عند البطل ديالنا طارق شيشنيبرات. يلا تي الله يسخر ليه.
وهذا كل ما يوجد عند هذا البطل ديالنا عبد الصمد ايتم غار، بطل عصبه مدينه الدار البيضاء وبطل جمعيه ملتقى الابطال، وبالاسم ديالي بن عيد منتقي الناطق الرسمي لعصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. هذا كل ما يتعلق عند البطل ديالنا عبد الصمد ايتم غار. استودعكم الله والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ومع بطل اخر، في امان الله.